مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى دائما مع سلسلة ضحايا محمد المسالي. هذا اللي ما بغاش يسالي، اليوم عندنا ضحية جديدة كما ذكرنا في الحلقة السابقة اللي كانت هي أول حلقة اللي بدينا بها السلسلة ديال الضحايا ديال محمد المسالي بديور النصراني. اليوم كيجي عندنا السي سعيد شطبان، واحد من الضحايا ديالو. السي سعيد شطبان، مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا. السي سعيد، عرفنا ان كان واحد الخرق كما كنا شرحنا في الحلقة السابقة، ان هاد السي محمد المسالي دار واحد التحايل شوية على القانون، انه بدل الجمعية السابقة، كان دار واحد الجمع عام في 2013 وبغى يمرر به الشركة ديال ديور النصراني باش يكون هو الجيرون ديالها، ولكن الحمد لله السلطة فطنات لهذه القضية وقفاتو على حدو. ولكن مع ذلك كاين تلاعبات في لي كونطرا اللي كاينين، كاين كاشيات مزورين، كاين وكاين وكاين وكاين، هادشي كله كنا تطرقنا ليه في الحلقة السابقة. اليوم جيتي عندنا على اساس انك انت من الضحايا ديال هذا محمد المسالي. اييه. اشنو وقع سي شطبان؟ انا مقيم في الديار الهولنديه لمده 37 سنه، درت واحد بنيت واحد المحل ديالي ما اسمه الديور النصراني. هو حتى هذه شي 6 شهور دابا تنتفاجئ بان جاتني التليفون بان جيران داخلين وحدين دخلوا للمحل ديالك، بداو كيصلحوا فيه وبداو كيديروا فيه. ملي جا جيت دجريت عليهم لان ما عندهمش هما شي حاجه اللي غادي تثبت بان راه المحل ديالهم هربوا. ملي داروا الشكايه الا سمحتي لي غير باش ننوروا الراي العام، شكون اللي عيط عليك نتايا؟ عيط علي واحد السيد من العائله هو اللي عيط لي. بارك عندك في الدار؟ لا ما باركش عندي في الدار. هذيك السيده يمكن اتصلت بيه ولا هو داز دار واحد المراقبه تما. السيده هي اللي باركه عندك في الدار؟ السيده هي اللي باركه. انت مخلاها ديالك الدار 17 سنه وهي باركه معايا في الدار. حاضيه لك الدار بحكم انك انت برا وهي هي باركه رد، لان على قبل هذا الشكل هذا علاش خليتها انا في الدار؟ لو كان ما كانت هي كانت الدار مشات لي صافي. ملي عيط عليك السيد اشنو وقع؟ ملي عيط شاف الناس كيخدموا تمايا وشاف هذا، قال لي اجي تنشوف شي حوايج انت كتصلح في الدار ديالك ولا. قلت له لا ما كاين حتى واحد، ولكن هذيك السيده كانت اللي باركه في الدار مشات دارت واحد العمليه جراحيه، كانت بركات في المستشفى خمس ايام، هما استغلوا ديك الخمس ايام الدار خاويه ودخلوا لها بداو كيدخلوا السلعه وهذه بداو كيصلحوا. ايوا حتى جيت انايا ديك الساعه جريت عليهم قلت لهم راه الدار ديالي، اذا انتم ملتزمين لي على الدار ديالي. هما ديك الساعه تخلعوا ولاو عندهم واحد صوره اخرى، ولاو هذوك الناس اللي جاوا بالنايا مشاو هربوا. ايوا ملي مشاو بحالاتهم جاوا هذوك اللي دخلوا تما ديك الساعه هربوا حتى هما، قالوا بان القضيه ما يمكن نشكوا في شي حاجه. ولا شيش من عام سي هذه غير في قبل العيد الكبير بجوج سيمانات 2019. ايوا جات يقول لك حنايا راه الدار ديالنا هذه بداو، اذا مشاو هربوا ديك الساعه داروا شي شكايه. جاو عندك هاد الناس اللي كانوا جاو عندي تيخرجوا في عينيهم تيقولوا الدار ديالنا، تيخرجوا الدار ديالنا وكل شيء كيقول الدار ديالنا الدار هذه. كنقول لك مع العلم غير باش نوضحوا للراي العام، سي شطبان مع العلم ان سي شطبان واخذها عباره عن ارض هو اللي بناها. بنيتها لراسي، هو اللي بناها. عندي الشهود، عندي الوثائق ديالي باش بنيت، عندي كل شيء بالتسليم ديال النصراني ديال الفريد لونغلي اللي هو كان هو الرئيس ديال الشركه سيم لاسيم، هذيك الشركه العقاريه. ايوا دليت بالوثائق ديالي كلهم والحمد لله انا دابا. ولكن راه كانت واحد العده محاولات. لا بلاتي غير باش نوضعوا المشاهدين في الصوره. ملي جاوا عندك هادوك شنو وقع؟ اللي وقع يعني ولاو كيهضروا بحال هما مالين الدار ودخلوا. مشيتي درتي شكايه؟ درت شكايه انايا ودفعت الوثائق ديالي وريتهم. ولكن قلتي لي في الكواليس ان هما اللي سبقوا داروا شكايه. هما اللي داروا شكايه بيا. سبقوك؟ ايه، واستدعوني الضابطه القضائيه، استدعتني الشرطه
مشيت لعندهم وجبت لهم السود وكل شيء وجبت لهم الوثائق، دليت بالوثائق ديالي وكل شيء. ايوا راه هي في المحكمه دابا الشكايه ديالهم، الشكايه ديال كل شيء دابا هما شكاو باننا ارتميت لهم على الملك ديالهم ودخلت استعمرت لهم الملك ديالهم، هذا الشيء اللي كاين. ولكن كانت عده محاولات من قبل بان هذا السي محمد المسالي كان جاب شي ناس اخرين بغى يبيع لهم، يبيع لهم هذا الدار ديالي. عندك شهود على هذا؟ شهود على هذا الشيء هذا، بان السيده اللي محطيتها اللي حاطه في الدار ديالي مده 17 سنه هي قالت لي راه كيجيو الناس اللي بغاو يشريو الدار وكيقول راه كيقول لهم راه هذا محمد المسالي اللي مصيفطنا، راه قال لك الدار ديالو احنا ما عارفينش بغى يبيع علينا، راه قال لك الوثائق عنده ديال الدار عنده كل شيء. ايوا من بعد عاوتاني بغيت نتاكد مزيان باش نعرف هذا، انا طاحت لي الفكره قلت راه سقسي العساس ربما يكون عنده حتى هو شي معلومه ولا شي حاجه، ومشيت سقسيت العساس وكان عندنا يعني شهاد نزيه، واحد الشهاده نزيهه قال لي بان هي راه كان هذا السيد كيجيب الناس انا شفته وتينعت لهم في الدار ديالك كيقول ما الدار ديالي باغي نبيعها، عندي الوثائق ديالها عندي كل شيء. ايوا بغى ينصب عليا في الدار ديالي يبيعها ليا. ايوا قال لي ملي جابوا هذوك الناس اللي دخلوا كيصنع يصلحوا هذوك اللي بغاو يديوها ليا مباشره، هذو جابوا السلعه ليا زور سي من الرمله بداو كيدخلوا، جا عندهم العساس قال لهم شكون انتم اللي كتدخلوا هذا الشيء من طرف اسطبان سعيد؟ قالوا لي اه حنا من طرف اسطبان سعيد. قال لي على ما قال لك السي محمد المسالي حتى حاجه ما خبركش؟ من بعد هو جا السي محمد المسالي جا عند العساس قال لي انت ماشي شغلك دخل سوق راسك ما تبقاش داخل في هذا الشيء هذا. العساس نورمالمون هذيك العساس خدمته هذيك رد البال بغى يعرف يشوف شنو زعما كاين، واش انا بديت كنصلح في المحل ديالي بديت كنصوب فيه، جا كيتسوق الاخبار يقول زعما بغى يعرف باش يشوف شكون هادو اللي كيدخلوا هنايا. جاو مع الخمسة الصباح، اذا جي مع الخمسة الصباح قبل ما يفيقوا الناس هذا وتيخرجوا مع الليل، جاو مع الخمسة الصباح هذوك الخدامه كيخرجوا مع الليل باش ما يشوفهم حتى واحد. ايوا ومن بعد هذا السي محمد المسالي ولا ضد العساس على قبل الشهاده ديالو، على قبل الشهاده ديالو، داك الشيء اللي قال لي وشهد معايا عند الشرطه تماك عند الضابطه القضائيه دلب بالشهاده ديالو، وما قالش هذا السيد ما ماشي داك الشيء اللي شاف قالوا ما شفنا عليه حتى حاجه اللي زعما انا ما كنعرفوش. وخا قال لي الناس سول العساس ربما يكون شاف شي حاجه وهذه، وفعلا صدقت الفكره مزيانه. سي اسطبان كنتي قلتي لي انك غادي ترفع واحد الدعوه اخرى على هذا السي محمد المسالي ديال التزوير، شنو اللي وقع كيفاش؟ دابا كان دار واحد الجمع العام باش يكمل النصاب القانوني ديالو باش يسينوا ليه الناس ديال الحومه تما ديال الديور النصراني ومن بعد حتى تفاجات انا لقيت نمره لاكارت ديالي مكتوبه والسينياتور ماشي ديالي. انت ما كنتيش؟ انا ما كنتش هنا، انا ما عمري حضرت انا في جمع عام ولا شي اجتماع ديال الجمعيات اللي دازوا، ولا عمري حضرت في شي جمع عام ولا شي اجتماع عندهم تما ديال الجمعيه ولا. كنت نتفاجئ راه لقيت السميه ديالي ونمره لاكارت ديالي، حيت انا عطيتها للشركه نمره لاكارت ديالي عندي الفوتوكوب دافع على الشركه، ولقيت السينياتور ماشي ديالي وكنتفاجئ انا بهذا. درت شكايه في هذا الموضوع؟ درت شكايه، ها هي انا درت شكايه في الموضوع وراه هي في المحكمه دليت بها، وغادي ندلي بها عند السفاره الهولنديه ان شاء الله، غادي ندخلها عند السفاره الهولنديه حتى هي نقول لهم شوفوا شنو وقع ليا. بحكم انك عايش في الخارج؟ عايش في الخارج ما كنجيش بزاف، ودرنا هذا المحل قلنا نجيبوا ولادنا نعرفوهم على البلاد ديالنا، هما اللي ولادنا غادي يسيقوا هذا الخبر ديال هذا الشيء هذا، اذا ما كنظنش غادي يبقاو يجيو للمغرب. علاش انت تغيبتي هذه المده الطويله سي؟ انا كنت مريض، عيان مريض مسالي، وهذاك الشيء اللي خلاني ما بقاتش نجيش بزاف وما عنديش الخاطر كاع نقرب لي نكمل اصلاح دار المحل ديالي، هذا هو اللي وقع. هو الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك. ودابا اللي كان بغي نقول هاد الناس اللي كيديروا هكايا، واللي هذا اللي كي هاد محمد المسالي اللي كيدوي بواحد الجمعيه ديال الشباب الملاكي، واش حنا سيدنا ملي كنمشيو نتلقاو لك
وفرحانين وكتجي تسلم علينا يدك في يدينا وكايا وفرحانين بان سلمنا على سيدنا. واش هاد الناس هما اللي كيداو الشباب الملك؟ حنا ماشي الشباب ديالك سيدنا. هادشي كيف يعقل؟ المسؤولين السلطات الوزارة العدل منين جاوا هاد الناس هادو؟ كيفاش يوقع هاد الشيء هذا؟ هاد الاختلالات كلها كيفاش توقع هاد الشيء هذا؟ زعما حنا ماشي شباب ديال سيدنا، حنا مجندين وراء سيدنا الحمد لله نشكروه، ودائما بشعار الله الوطن الملك. حنا ما حنا وراه حنا علاش تمشيو نتلقاو ليه وفرحانين يسلم علينا؟ وجيت هو كيسلم علينا اللي كون ما عرفناش توا الشباب ديالو، وراكم ما يجيش يسلم علينا حتى حنايا، راكم بقاو نتسناو حتى يجيو فرحانين ونضحكوا وكلشي بان سلمنا على سيدنا. علاش زعما غير الناس اللي دايرين الشعارات شباب الملك هما كينهبوا على الدار ديال سيدنا، كيضربوا بالدار ديال سيدنا؟ كيف يعقل هذا الشيء هذا؟ ما يمكنش غير اللي ناضي يدير الشباب الملك ولا هذا وبدا ينصب على عباد الله، لا يعقل. وهذا بغينا اولادنا غادي يسمعوا هاد الاخبار دابا اللي ديال اللي وقعت لي انا في الدار ديالي، اذا غايقولك ما غنبقاش نمشي للمغرب، ما غاديش نجي ندير فيه حتى حاجه، لان كاين النصب والاحتيال. سي شطبان كنشكرك على هذه الرساله ديالك. شكرا سيدي، بارك الله فيك. شكرا. متتبعينا، ما زلنا في السلسله التي لن تنتهي الى ان ينتهي الشخص محمد المسالي. محمد المسالي، لنا لقاء اخر. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.